عقدت جلسة مجلس الشورى جلستها 23 برئاسة معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس، ووافق على مشروع قانون بإضافة فقرة ثانية إلى المادة 159 من قانون الإجراءات الجنائية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 46 لسنة 2002. لمعالجة الثغرات القانونية وسد النقص الحاصل في البعض الآخر، وافق مجلس الشورى على مشروع قانون بإضافة فقرة ثانية من قانون الإجراءات الجنائية ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، مبينا أن المشروعين دمجا في مشروع واحد. الهدف من القانون هذا اليوم هو تطوير الأنظمة والقوانين اللي موجودة والمعمول بها حاليا، وهذا بالطبع يأتي في مصلحة المتقاضي في هذا المجال. وإحنا بدورنا صراحة نشكر مجلس الشورى على موافقته على هذا المشروع، هذا القانون، وهذا يدل على تطور القوانين والأنظمة والتشريعات في مملكة البحرين. وأكد مجلس الشورى خلال جلسته بأن اللجان الدائمة بالمجلس ستعقد اجتماعاتها من خلال التواصل عبر الشبكات الخاصة بالبث المباشر، ومن المؤمل أن يناقش المجلس القوانين عن طريق الاتصال عن بعد نظرا لسهولتها وفعاليتها. بناء على توجيهات معالي الرئيس علي بن صالح الصالح تم عقد أول اجتماع عن بعد بالنسبة لأعضاء اللجنة لمناقشة أحد المشاريع بقوانين، وحقيقة فعلا تم البدء بيسر وسهولة، وأيضا كانت له انعكاساتها الإيجابية في مسألة السرعة، مسألة تحقيق النصاب القانوني بالنسبة لأعضاء اللجنة مهما يعني اختلفت أماكن تواجدهم. كان أيضا فيه توفير للجهد أيضا لمنتسبي الأمانة بالذات فيما يتعلق في أمناء السر والحاضرين معنا من أعضاء اللجنة، ولقينا فعلا أن حتى فترة استقراق الاجتماع تمت بذات الآلية والروح اللي كنا طبعا تواجدنا فيها حضوريا بالمجلس. المجلس أكد بأن هذه التعديلات من قانون الإجراءات الجنائية تساهم في تخفيف العبء على المحاكم من خلال توسيع نطاق سلطة النيابة العامة في إصدار الأوامر الجنائية، وتوسيع نطاق الصلح والتصالح للمتهمين في الدعوة الجنائية، وسن نظام المحاكم العاجلة لعدم تأخير القضايا وتحقيق العدالة الناجزة بأوسع وأفضل صورها. انعكاس إيجابي في تيسير الإجراءات الجنائية، حيث ناقش مجلس الشورى هذا القانون ليحقق العدالة نظرا لما يحفظه من كرامة المدعي عليه. طلال نايف لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.